تسهيلات إدارية استثمارية دفع بمنطقة المنيعة في ولاية غردايا لأن تكون قبلة للكثير من المستثمرين لإنشاء مزارع نموذجية. تفاصيل الموضوع مع جليلة بالحاج وعاصم بخاري. في وقت قريب كان حلم إبراهيم المقيم بالعاصمة في إنشاء مزرعة نموذجية بعيد المنال، لكن إرادته القوية وعلى مساحة تتربع على آلاف الهكتارات بمنطقة المنيعة تمكن من أن يجعل الحلم حقيقة. هنا في المنيعة كاين لو بوتونسيال، واحد يجي يخدم، كاين كاع جميع التسهيلات، تسهيلات إدارية، مام الناس تاع المنيعة دونك سهلوا علينا الأمور، دونك الناس اللي تقدر تخدم معاهم وتتعامل معاهم، دونك الاستقبال هنا استقبال فلاحي في هذه المنطقة عنده فيه إمكانيات كبيرة. تسهيلات إدارية وأخرى تحفز على الاستثمار دفعت بالعديد من المستثمرين التوجه نحو منطقة المنيعة بغردايا باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز. جميع المستثمرين احنا الباب مفتوحة، جميع المستثمرين اللي راه في الميدان ولا اللي راه يرغب في استثمار الباب مفتوحة وراهي ندعموا ونسهلوا الامور الى اقصى درجه باه يعني نطوروا هذه الفلاحه في الجنوب. احنا المستثمرين رانا نشجعوا فيهم ماذا بنا اكثر من ما يستطيعون، لكن نكون مثل اي مستثمر قادر يخدم يجي. احنا ما عندناش مشكل في ونرحبوا بكل واحد باقي يخدم مستثمر يجي، مرحبا به وسهلا للمقاطعه الاداريه المنيعه. الولايه المقاطعه الاداريه نتاع المنيعه راهي تقريبا في مجال البذور يعني على بال تمون ما فوق من اربع ولايات، وهذا يعني شيء مليح، يعني هذا يبين مدى النشاط مدى المجهودات اللي راهي تبذلها الدوله. مناخ استثماري جعل من المنيعة تحقق اكتفاء ذاتي في إنتاج الحبوب وتصبح منطقة رائدة تمول العديد من الولايات.